معنا مشاهدينا من مدينة بون الألمانية سيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبارات. سيد جاسم، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. ما تأثير هذه الضربة الإعلامية على داعش التي جاءت في وقت هو أصلا يعاني من خسائر وهزائم متتالية وكبيرة سواء كان في العراق أم في سوريا؟ الضربة جاءت في أعقاب استعادة العراق مدينة الموصل وخسارة التنظيم معاقله في سوريا والعراق. عفوا، أنا أسمع صوتي. نعم، الصوت لدينا واضح سيد جاسم، أوكي، تفضل. فإذا يعني هذه الضربة هي تعتبر ضربة قوية إلى تنظيم داعش، باعتبار وكالة أعماق تعتبر هي كانت الصوت الذي يروج ويمجد إلى العمليات تنظيم داعش، وهذه العمليات بالتأكيد كانت تأتي بأنصار جدد وكذلك بالدعم والتمويل. يعني هذه الضربة بالتأكيد تزيد من خسارة وتراجع تنظيم داعش على الإنترنت. يذكر بأن هذا التنظيم كان يراهن على ما يسمى الخلافة الافتراضية على النت بعد أن خسر قدرته أو معاقله في سوريا والعراق. فإذا هذه الضربة هي تأتي ضمن جهود التحالف الدولي وكذلك المناخ العام الدولي في محاربة تنظيم داعش في عقاب خسارته إلى معاقله في العراق نعم وسوريا. سيد جاسم، من خلال متابعتكم، هل من إجراءات احترازية سيتخذها اليوروبول لتلافي تعويض داعش لخسارته الإعلامية هذه، من خلال مثلا فتح قنوات جديدة له عبر الإنترنت؟ هذا محتمل، فلذلك الوحدات الرقمية سواء كانت في الولايات المتحدة أو كذلك في اليوروبول، يذكر بأن في اليوروبول هنالك وحدات تشغيلية أبرزها ليزا يورو التي تقوم بالتشغيل التكنولوجي وكذلك البيانات والمعلومات. فلذلك هنالك جهود داخل المفوضية الأوروبية بصراحة ربما منذ عام 2016 بإيجاد ضغوطات على محركات الإنترنت في سبيل حظر المحتوى. بات متوقعا أن هذا التنظيم ممكن أن يسلك سلوك آخر بالإفلات من هذه التطبيقات ومن هذه الضربات، وربما يختار منصات أخرى. فإذا نعم، الحرب أو الجهة على الإنترنت سوف تبقى مستمرة مع أجهزة الاستخبارات وتنظيم داعش. في الأساس وقبل هذه الضربة كان داعش يعاني سيد جاسم من قلة المنضمين إليه، منضمين جدد للتنظيم. ماذا عن الآن بعد هذه الضربة الدعائية القاسمة كما وصفت؟ التنظيم خسر تقريبا 90% من قدرته على الدعاية على الإنترنت، وبالتأكيد هذه كانت هي ذراع لاستقطاب الشباب خاصة في أوروبا وكذلك في دول المنطقة للحصول على متطوعين وعناصر جدد. وهذا يعني بأن التنظيم أيضا خسر مصدر رئيس للحصول على عناصر بشرية أو على مجندين جدد. السابق كان شهريا يتدفق بالآلاف من القاعدين، الآن يبدو أنه لا تفتح حياة، ربما واحد حتى 1% لا توجد، تعتبر خسارة. نعم، شكرا جزيلا لك، حدثنا من مدينة بون الألمانية جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبارات.